والفواكه الحلوة والطيبة، أحلى مزرعة مزرعة فان فارم. في ملفوف، خس، نعنع. شو حلوة هالملفوفة، شو كبيرة. هاي وصلتوا، بلشت حلقة فان فارم وأنا كنت عم بتفرج على مزروعات ولبيلي. بيشهوا حلوين كتير، بس الملفوف أصله بري. كنا نلاقيه بإنجلترا وبأوروبا وبلدان المتوسط، بس الملفوف الأحمر والأخضر نزرع بألمانيا بالقرن الثاني عشر. هالخضرة كتير مهمة لأنه بتنزرع بالشتاء وبتنحصد بالشتاء، وبهالفصل ما بكون في خضرة وفواكه كتير. أكيد عرفتوا إنه حلقتنا بتحكي عن الملفوف. طيب ما بقى في وقت كتير، صار لازم وعي الكل لأنه مثل العادة الكل نايم وناطرني لأنا وعيهم. أنا وإنتو جاهزين؟ Let's go. يا ودي صباح بكير بتطل الشمس المضوية، صوت الديك القوي كتير بيوعينا صبحية، نتصبح بالعصافير بنغني معها وبتطير، يلا سوا يا أصحاب بمزرعتنا شغل كتير، غسل وشك بالصابونة، فرش سنانك بالمعجونة، حط تيابك عالتعليق أو ما تنسى أطيب ترويقة، مزرعتنا بدنا نركض بدنا نزرع بدنا نحصد، يلا سوا يا أصحاب قوموا عنا شغل كتير، يلا سوا يا أصحاب قوموا عنا شغل كتير. الملفوف الملفوف الملفوف، بحلقتنا عم نحكي عن الملفوف. الملفوف مشهور انه غني بالفيتامين سي، يعني اذا كنتم مرضى خاصه بالطقس اللي بسقع شوي ومرشحين وعم تسعلوا بنصحكم انه تاكلوا ملفوف. بنصحكم كمان انكم تتمرنوا، لانه اثبتت الدراسات انه التمارين الرياضيه بتساعد بمحاربه الرشح والامراض لانه بتقوي جهاز المناعه. واذا تمرنا يوميا من 20 ل 30 دقيقه هالشي بقلل كثير نسبه اصابتنا بالرشح. كتار بيفكروا انه ما فينا نعمل رياضه اذا كنا مرشحين، بس بما انه التمارين الرياضيه بتزيد المناعه يعني فينا نتمرن مثل العاده، بس المهم بهالحاله انه ما كثير نطول وقت الرياضه بكل بساطه. وهلا Are you ready? 3 2 1 Let's go بكل نشاط. شو بكم؟ ليش الكل بعده قاعد؟ بسرعة بسرعة وقفوا. يلا جاهزين؟ Let's go. رح نبلش بنفس عميق وبدنا ننفخ بالون كبير كبير.
بعد بعد خدوا نفس لجوا ومنفخ البالون. بعد مرة. عظيم. هلأ رح نعمل حالنا طوال طوال لفوق لفوق لفوق، وبعدين رح نتحول لطابة صغيرة صغيرة. نرجع نتحول مرة جديدة لعمود كتير طويل، طابة صغيرة. آخر مرة لفوق لتحت. هلأ منوقف. إيدينا بدهم يرسموا دوائر كبيرة، دوائر لورا من ورا لقدام. منكبر الدوائر قد ما فينا. وهلأ ستوب، رح نركض بمحلنا شوي. And we're ready. صار وقت الحركات الأساسية. يس جاهزين؟ خلينا كلنا سوا نبلش بالرولر سكيت، يعني رح نجرب نعمل كأنه عم نتزلج. ستيب على جنب والإجر التاني كراس لورا، بس رح نعملها على السريع كلنا سوا. ستيب باك ستيب باك ستيب باك ستيب باك. برافو. رح نجرب ننط شوي نحن وعم نعملها. عظيم، كتير منيح. منكفي 1 2 3 4. عظيم. كتير منيح. رح ننتقل على الحركة اللي بعدها، اسمها mountain climbers. رح ننزل على الأرض، نحط إيدينا على الأرض والإجرين بينطوا لجوا كأنه عم نعربش على الجبل. لفوق عم نعربش ونرجع نرد إجرنا لمحلها. قد ما فينا منقرب ركبتنا لقدام، بس الخصر لازم نجرب نخليه على الواطي كأنه عم نعربش. شو عالي هالجبل. كتير منيح. ستوب and up. yes. رح نكمل هلأ الحركة يلي بعدها اسمها jump rope hop. رح نحمل الحبلة وننط من ميل لميل، side to side side to side. 1 2 3 4 5 6 7 8. اسرع. 2 3 4 5 6 7 8. عظيم. ملحقي لنا بالبيت. كفوا معنا. لقدام لورا. هلا قدام ورا قدام ورا قدام ورا قدام ورا. عظيم. ما تنسوا تبرموا الحبلة بايديكم. نحن عم نعمل حالنا انه معنا حبلة. عظيم، كملوا، ما تنسوا النفس. كتير منيح. ستوب. هلا رح نعمل كريزي بول. شو يعني كريزي بول؟ يعني كأنه في طابة قدامنا وعم نجرب نضرب بانشز عليها، بس عم نبرم ايدينا برم برم برم. هذه الحركة لازم تكون كتير سريعة. اسرع 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 اسرع. بعد اسرع. هلا ابطأ 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 ابطأ. اسرع 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 اسرع. وهلا ابطأ 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 ابطأ. عظيم. واو، ايدينا صاروا كتير قوية. وهلا كيف حاسين حالكم؟ تمام. بعد ما خلصنا الرياضة صار وقت نرخي عضلات جسمنا. هنرخي كل جسمنا ونعمل بودي سوينجز من فوق لتحت. أهم شي ترخوا كل عضلات جسمكم من فوق لتحت من فوق لتحت. ستوب. هلأ رح ناخد نفس لفوق لفوق، وبعدين مننزل بسرعة. ناخد نفس لفوق ومنرخي جسمنا ومننزل لتحت. كمان لفوق. رخوا 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 وانزلوا لتحت. اوكي. هلا رح ننام على الارض على ظهرنا. رح نفتح اجرينا وايدينا. بدنا نعمل ستريتشنج لكل اطرافنا، يعني الايدتين والاجرتين وحتى الرقبه كمان بدها تشد لبعيد.
قد ما فينا منبعد إجرينا وإيدينا عن جسمنا. هلأ منرخي، منشد 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 لبرا ومنرخي. هلأ رح نفتح تمنا وعيوننا قد ما منقدر، وجنا رح يصير بيتنا، وباب البيت هو التم، العيون هن الشبابيك. هلأ رح نسكر تمنا، يعني عم نسكر باب البيت، رح نسكر الشبابيك يلي هن عيوننا، ونقفل بمنخارنا الباب. طيب هلأ كيف صرتوا حاسين حالكم؟ أكيد زقفة كبيرة لكل أصحابنا بالبيت كمان. كابتش شو؟ ملفوف. هاي جوال. هاي بيلي. كيفك؟ واو شو هيدي ملفوفة؟ هيدي ملفوفة لقلك. لقلي أنا؟ إيه أكيد. حلوة كتير. من وين؟ من عندك من الجنينة؟ ولو جوال أكيد من عندي من الجنينة. شو أنا من أي متى بشتري خضرة؟ ما كل خضرواتي والفواكه من الجنينة من عندي. ثانكس بيلي. طيب إنه أكيد أنت منك عايزة. ما قلت لك عندي كتير، شو نسيت انه انا المزارع بيلي على طول عندي كل القصص بالجنينه، بزرع كل شيء وبقطف كل شيء. ما انا شو اللحمك في سلطان مخفي. طيب اوكي فهمت فهمت بيلي، بس شو بدي اعمل انا بهالملفوفه؟ شو بدك تعملي يا جوال؟ فكري على رواق وانا رح اتركك. يلا باي سيو. في اللحم مخفي سلطان مخفي. شو بدي اعمل انا بهالملفوفه؟ فكري فكري. فلح مكفي سلطان مخفي. شو هالمثل الحلو هيدا؟ حتى نعملوا غنيه. فلح مكفي سلطان مخفي. اخ ما بك شيء يا بقول بالامثال. هيدي هون مثل ما شايفين حقمي بايدي ملفوفه. اليوم رح احكيكم عن الملفوف. الملفوف هي من الخضار اللي بتتاكل مثل الخس والسبانخ. مثل ما نكون شايفين شكلها دائره وفيها كتير ورق، منشيلهم ورقة ورا التانية، كتير كتير ورق فيها. الملفوفة أصحابي هي من الخضرة اللي لونها من جوا أخضر فاتح للأبيض بيوصل. الأوراق الجوانيات بيبقوا أطرى من الأوراق اللي برا، بس أكيد الأوراق البرانيات هن مفيدين للصحة وأطيب من الأوراق الجوانية لأنه بيتعرضوا للشمس وللهواء. الملفوفة بيتراوح وزنها من نص كيلو للأربعة كيلو. أكيد تنقي الملفوفة المنيحة والطازة لازم ندسها منيح، ما لازم تكون طرية، لازم تكون قاسية وحجمها كبير. الملفوف في منه عدة أنواع، الملفوف الأبيض، الملفوف الأحمر، السبراوتس، البروسيل، والملفوف الصيني يلي هو شكله مثل البطاطا وبينعمل منه السلاد والشوربة. وهلأ أصحابي إجا الوقت إني أطلع عند فاني تشوف شو محضرت لي أكل طيب. تركت لها ملفوفة كتير كبيرة من جنينتي. بودعكم وبشوفكم بالحلقة اللي جاية. باي. فلح مكفي سلطان مخفي. هو Les îles.
هاي فاني، شو جوال؟ شو معك؟ ليه معك؟ هيدي هدية من بيلي ملفوفة؟ هدية من بيلي؟ اوف، مش عم بعرف شو بدي اعمل فيها، عم فكر اطبخها. اكيد بدك تطبخيها جوال، بس انه شو الطبخة؟ ما بعرف، فكرت بمحشي ملفوف، بحبها كثير هالاكله، بس انا ماني كثير شاطره بالطبخ، ومع اني بصراحه بحب شوفي كيف تطبخي وبحب اتعلم كثير منك، بس اكيد اكيد ما راح اعرف اعمل محشي ملفوف. يا ريت بتنصحيني، انت شو عم تعملي؟ محشي ملفوف؟ لا انا ما عم بعمل محشي ملفوف. شوفي انا شو عم بعمل، واكيد رح تساعديني مثل العاده. بديك؟ اكيد. اوكي انا اليوم اكيد كل المكونات هن من الملفوف، رح زيد عليهم مايونيز لانه رح اعمل كول سلو. هيدي سلطه كثير طيبه، سلطه الملفوف سهله كثير ومع طيبة. الجزر. في انا ابرش الجزر؟ فيك تبرش الجزر. طيب رح خلي الهديه على جنب. حطي على جنب. اوكي، ورح ابرش بهالوقت الجزر. اوكي، بتعرفي جوال انه الملفوف غني كثير بالفيتامين سي؟ نعم. ومش بس هيك، كمان غني بالالياف وبالحديد، يعني كثير منيح للجهاز الهضمي. صح، وبيحتوي على 90% من المي. يعني في اشرب ملفوف؟ اكيد لا جوال. وانا بعرف كمان انه بفيد العظم، صح؟ صح. اوكي، فوائده كثير 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 كبيره لانه فيه مغنيسيوم، فيه بوتاسيوم. اذا بدنا نضلنا نعد ما بنخلص. كتري لي بعد شوي، انا بحب كثير الملفوف. ما بدك زد لك حامض ورشه ملح؟ لا لا لا، انا بحبهم بس مع مايونيز. بس هيك؟ بس كتري لي بعد شوي الملفوف. يلا يلا، بس لانه بدنا نسيعهم بهيدي الملفوفه الكبيره. بنسيعهم؟ اللي عاملين جات. ايه شو مهضوم الفكره؟ معك حق، يعني اذا بالصحن مثلا كان في عنا عده انواع، فينا بي ورقه الملفوف نستعملها محل نستعملها كجات. مزبوط. معك حق. طيب هلا رح نحط الجزر هون. عندي ملعقه. عندك ملعقه؟ اوكي اوكي. وبدك نخلطهم نفضيهم كلهم؟ كول سلو، اطيب كول سلو لالي. انا كثير بحب الكول سلو. طيب رح اسكبها، في انا اسكبها. اوكي يلا، بس انتبهي شو الوانها حلوه كثير، ما بدنا ننزع الورقه. اكيد. أوبس. اوكي مش مشكل، انتبهي. وهيدا الجاد، هيك اذا كنا مثلا عم ناكل حدا ستيك هيك. مزبوط. ما بنوسخ الستيك بالمايونيز، بضلوا السلطه لوحدها بقلب الملفوفه والستيك لوحدها مع صلصتها. صح، بس ما بنرجع بنكب الورق، بنرجع بناكلهم. مهضومه كثير. وهيني كثير. طيب بدنا نفكر شو بدنا نعمل بملفوفتي. شو بعمل بالملفوفه؟ ساعدوني فكروا معي. فاني عملت كول سلو وانا بعمل ما بعرف، ساعديني. طيب خلينا نشوف. eight cabbages minus 3 cabbages equals 5 cabbages. ثمان ملفوفات ناقص 3 ملفوفات بيساوي 5 ملفوفات. you
جوزتي، هاي اهلا وسهلا فيك بفانفر. هاي جوال. جوال؟ نعم. شو قصة الملفوفة؟ اي ملفوفة؟ الملفوفة اللي حدك. هي ايه مزبوط، هيدي الملفوفة هدية من بيلي. نيالك، ليه انا ما حدا بيهديني ولا هدية؟ طيب انا بهديك، هيدي الملفوفة صارت لك. لا ما فيني، ما بتعرف انه الهدية ما بتنهدى؟ بعرف، بس انا ماني رح ازعل وما بحبك انت تكون زعلان، مشان هيك رح اهديك هالملفوفة. لا ما بقدر اقبلها. طيب عندي فكرة تانية لك، بهديك لعبة. شو قصتك مع الألعاب؟ ماشي بحب ألعب، واليوم قررت لعبك لعبة، وإذا حبيتها بهديك إياها لتلعب أنت وأصحابك، اتفقنا؟ أوكي اتفقنا. طيب هيدي اللعبة هينة كتير ونلعبها على طول بفانفارم نحن وأصحابنا. رح أفرجيك إشارات سير، إشارات مرور، وكمان رح يكون في عنا تفسير لإلهم، وأنت بدك تجرب تعرف كل إشارة شو هو المعنى المناسب لإله، أوكي؟ أوكي. طيب رح نبلش بأول وحدة، رح أعلقها هون قدامك ورح فرجيك المعاني وانت بدك تجرب تعرف كل معنى لأي إشارة. لو ايه 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 صخور متساقطة. برافو، صخور متساقطة، يعني وقت اللي منشوف هيدي الإشارة على الطريق لازم ننتبه، ممكن يكون في صخور عم تتساقط، يعني منمشي على مهلنا وبانتباه. طيب رح نغير يل. تاني إشارة لليوم هي هيدي، أكيد مش هيدا هو معناتها، رح شيله وانت رح تجرب تحذر. يلا يا فروستي. إيه ممنوع مرور الحافلات. برافو. يس. لأنه نحن شفنا صورة حافلة يعني كاميون وعليها زيح أحمر، بمعناتها أنه ما في يقطع الكاميون أو الحافلة ما فيها تقطع. رح نكفي يلا. حضر حالك، بتقدر تحذر؟ شو؟ واحد عم بيمشي. طيب وشو يعني؟ بقلب مثلث لازم نمشي على مهل؟ لا فينا نمشي. طلع مرور مشات. صح. يعني بهالمنطقة في مشات عم بيقطعوا، يعني لازم السيارات تخفف سرعتها وتنتبه. آخر واحدة وما رح فرجيك المعنى لأن لازم تحذره لوحدك. بتذكر شو كان اسمه؟ دراجات مرور. فينا نقطع بالدراجة؟ فينا أو أكثر. طلع طريق إجباري للدراجات. صح، يعني وقت اللي منشوف هالدائرة الزرقاء ومكتوب مرسوم بقلبها دراجة، يعني بهالمنطقة هون لازم تقطع الدراجة. أوكي. رح علقها حدا لا تحفظها منيح. حفظتها. طيب هلأ رح حطهم كلهم مع بعضهم، جمع لك كل الباقيين، لما بعد في كتير اشياء فيك تحذرهم لاصحابك واهديك هيدي اللعبه. يا شو حلو، بس قبل بدنا نغني. مزبوط كنت نسيت، يلا خلينا نغني سوا. Let's run and we love some.
you cry, I'll be back again someday. Thumbity-dum, thump, thumbity-dum, look at Rusty go. Thumbity-dum, thump, thumbity-dum, over the hills of snow. رائعة. ما هيك؟ بس شو هي؟ الملفوفة. أنا قلت نسيتها بالمزرعة، جبت الكرافت رجعت فتت مخصوص لأرجع أجيبها وأجي لعندك. مين هديك إياها؟ هيدي هدية، احذري من مين؟ أكيد بلي، ما في غير بلي بيهدي فواكه وخضرة. معك حق. كنت مش عارفة شو بدي أعمل فيها، فكرت أطبخها، بس رجعت قلت لأ شكلها كثير حلو وما بدي أطبخها، ما عارفة شو ممكن أعمل. أنا بقول لك شو بتعمل فيها. شو؟ كرافت. كرافت؟ شو معقول اعمل فيها؟ شو رايك بتفرغيها من جوا، بتحطي اغراضك فيها وبتجيبي لها مسكه معموله من الموز. جزدان يعني؟ ايه. تريكسي معقول؟ طيب اذا انت ما بدك تعملي ملفوفه، انا رح اعمل سله حط بقلبها الملفوفه. يمكن هيدي الفكره ازبط شوي. يلا انا برجع بلاقي شيء ثاني لاعمله بهالملفوفه، رح خليها على جنب واتفرج عليك. لكن رح نستعمل قلم. هيدا القلم الطويل. وإذا ما عنا؟ ما عليه، بنستعمل قلم عادي. أوكي. وكرتونة حمراء. هون أنت مستعمل البرتقالة. مزبوط، فينا نستعمل اللون اللي بدنا إياه. أوكي. ومقص. وتلزق بلزق كتير منيح. أوكي. وقلم فتر أسود. صح، لنعلم. ومسطرة. اتفقنا. شو رح نعمل؟ رح نرسم وردة. كم ورقة إلها؟ إلها 6 ورق. أوكي. أنا رسمتها من قبل. قد ما منكبرها قد ما بتطلع السلة. مزبوط. لازم يكونوا كل الجهات قد بعض. أوكي. هرجع أعلمها على كبير. حتى عم نعلم الداخل تبع الوردة الزهرة من جوا، الدائرة اللي بتكون من جوا. ومن قصة بدنا نقص من جوا كمان؟ لا بس من برا، الطوارف اللي من برا. أوكي. إذا بدك تريكسي أنا فيي قص الأطراف كلها. أنا قصيت وحدة بالبيت. أوكي لكن أنا بتسلى بهيدي. ثانك يو. مركزة معي جوال؟ أكيد. اوكي منتعج الوراق اللي نحن اصلا قصيناه هون على بعض. هلا فهمت. وكل ميله بنكبسها. اوكي جوال بتعطيني الكبايس. يعني ما راح فيه قص، لازم ساعدك في بقلبها. لازم اعبي لك اياها. فينا او نلزقها او نكبسها. مزبوط. تكبيس اسرع هيك، ما بننطر لتنشف. صح مزبوط. تفضلي تريكسي. ساعديك او فيك كفي قص؟ فيك تكفي تقصي، بس بتعرفي شو بدك تقصي لي؟ شو؟ بدك تقصي لي مثل هيدي المسكة. اوكي. رح اخذ الطرف لكن.
اخذت مستطيل كبير مزبوط وراح اعمل فيه اشكال شكل اللي بدك اللي بدي مهضومة لازم أهم شيء ننتبه على صبيعنا خاصة إذا عم نستعمل المقص أو شيء ممكن يجرحنا شو حطها بقلبها للسلة؟ أنا قررت جيب جرايد قديمة ما بنستعملها، هيك بنعمل لهم ريسايكلينج، يعني إعادة تدوير. أوكي. وبقصقصهم وبحطهم بقلبها هيك بتلقى الملفوفة مرتاحة. أوكي، فهمت قصدك، وبذات الوقت ما بنكون عم نصرف ورق وكرتون كتير، هيك بنحافظ على بيئتنا. على البيئة، مزبوط. خلصت المسكة. على ذوقك؟ بتعقد. بحط الجرايد المخزقة. بقلبها هلا منكبس المسك عليها حبيتها كتير صاروا اتنين طيب تريكسي انت عملت الكرافت اللي مقررتيه بس انا وصل لي كرافت حلو كتير ورح فرجيكم اياه هلا وقررت انه ما اعمل كرافت بالملفوفه اللي معي هلا بفكر شوي وبقرر شو بدي اعمل فيها اوكي وصلنا هل رجل الثلج من كارين عبود كارين عبود لزقت قطن على الشكل اللي هي رسمته وحطت له عيون ومنخار وكمان رسمت تم وحطت له قبعه ثانك يو لإليك كارين حلو كتير هيدا الكرافت وكل اصحابنا يلي عم يحضرونا انتو كمان فيكن تبعتوا لنا هاند كرافت اذا عملتون مثل يلي عم تعملون تريكسي او غير افكار كمان فيكن تبعتون على عنواننا صندوق البريد 156 المنصوريه لبنان واكيد بتكتبوا برنامج فان فارم نحن بنستلمهم وبنحطهم هون بهالبرنامج وبتشوفون على الهوا شو رايكم انا ناطرتهم كلهم سنيكي دو الباندا فروتي سودا وبيضا بعيش بغابة بامبو أنا هو الباندا بيدو اسمه بيدو الباندا فروتو سودا وبيضا بعيش بغابة بامبو هيدا هو الباندا بيدو صمتو غمراء لك بيدو انت يا أحلى دودو بتحب تلعب كل نهار وما بتزعل لو شو What I love the most in you is that you always help me through my problems and my fears. You wiped away all my tears. I will always be your friend and will love you till the end. Forever by your side, hand in hand, enjoy the ride. Kisses to you, my friend, we do. I will always be with you, singing, dancing all the play together. Moi je suis Pidou Panda
mousse noire et blanc chinois. Je déborde des bouts de bambou et savoureux, j'en deviens fou. Mon ami Pidou Panda, qui est mon petit trésor, il ressemble à un joujou avec son regard si doux. Bisous, bisous à toi Pidou, tu es mon petit doudou. Tu as dans les calinous que je te fais matin. انتو بتحبوا الملفوف اكيد رح تحبوا محشي الملفوف. انا كتير عبالي عن جد، بس ما بدي اطبخ ملفوفتي ديعانا، في اعمل منها مثلا شكروت. بس كمان لا، ما بدي اطبخها. شكروت مشهورة كتير بالمانيا، باوروبا الشرقية وبفرنسا. هي نوع من الملفوف المطبوخ، بياكلوه مع السوسج واللحم والبطاطا. بس أنا ما رح أطبخ الملفوفة ولا رح أعمل منها شكروت، رح أعمل منها ما في أخبركن أكتر. بس بدي أخبركن إذا عندكن شي هواية بتحبوا تشاركونا فيها، أكيد في الإيميل موجود قدامي على الشاشة، فيكن تبعتولنا فيديو مصور لإلكن، أو حتى فيكن تحطوا هيدا الفيلم على DVD وتبعتوها بالبريد. وما تنسوا تحطولنا معلومات عنكن وصور كمان لنعرضن مثل ما هلأ رح بتشوفوا. اليوم رح منشوف فيلم مصور لماريا سماحة يلي عمرها 12 سنة. اليوم ماريا رح بتكون عم بتفرجينا كيف بترسم بالبينتور. ماريا بتحب كتير تمشي بالطبيعة، بتحب تعمل هايكينج يعني، وبتحب كتير الطبخ خاصة الحلويات، بتساعد أمها على طول، وبتحب كمان تتسبح. هيدي ماريا سماحة ورح منشوفها هلا بالفيلم المصور، كلكن سوا تابعوها. فقرة اند وينر از منو كتير هين، بس اكيد فيكن تلاقوا الجواب اذا فتشتوا. قبل ما قلكن شو هو السؤال، بدي اذكركن على الطريقة يلي فيكن تشاركوا فيها. اهم شيء تعرفوا شو هو السؤال والتلات احتمالات، وقت اللي بتلاقوا الجواب الصحيح بتراسلونا. والطريقة لتراسلونا هينة، في طريقتين، او عبر صفحتنا فيسبوك يلي هي فان فارم سات 7 كيدز، او كمان عبر الايميل، بتبعتولنا الجواب عبر الايميل، والايميل اللي لازم تستعملوه هو funfarm@set7.com. صرتوا جاهزين؟ مين هو البلد الاول بالعالم بزراعه الملفوف؟ هل هو لبنان، فرنسا، او الصين؟ فكروا منيح، بعتولنا اجوبتكم ونحن رح نقلكم مين ربح. بفقرة انتاتش منحكي عنكن وعن حيواناتكن المفضلة. فيكن تعطوا كلابكن ملفوف، يعني إذا بدكن، بس إنه أنا بأكد لكم إنه الكلاب بتحب الملفوف. تعطوهن بس بكميات صغيرة. ليش عم نحكي عن الكلاب؟ لأنه اليوم وصلنا صورة حلوة كتير. رح لكم صورة مين؟ صورة ناتالي ويسام فخوري مع كلبة. أقولكن ناتالي بتطعمي كلبة ملفوف؟ ما بعرف، بس أنا اللي بدي أقولكن إياه إنه أنتو كمان فيكن تبعتوا لنا صوركن، أو مع حيوانكن المفضل، أو حتى مع حيلا شي بتكونوا حضرتوه معنا بفان فارم، مثل مثلا طبق معلمتكن إياه فاني وبتحبوا تفرجونا إياه، أو يمكن كمان شي هاند كرافت مع تريكسي.
شو رأيكم؟ كل هالإشياء صوروها وبعتوا لنا إياها على صفحتنا على فيسبوك أو كمان باي إيميل، العناوين موجودة قدامكم على الشاشة. بس خبريني شو نقيتي اول شيء؟ اول شيء لبست الفستان الزهري بس ماني كثير مقتنعه فيه. طيب ليه ما بتغيري؟ بصراحه لبست تحته الفستان الثاني. طب هات لنشوفه. واو كثير حلو. ايه صح هيدا الفستان لونه بيج بس ما كنت كثير مقتنعه فيه فلبست تحته فستان ثاني.
وشو هو هالفستان التاني؟ الفستان يلي تحته مزهر. اه حبيت. طب فيه شوفه؟ ايه اكيد، بس بديك تساعديني. بصراحة يمكن الزهرك اللي بقلك أكتر، ما بعرف ماني كتير مقتنعة، جربي رجعي لابسين الزهرة. طيب يا ملفوفة، لازم شرحك هالفستان وبعدين بلبسك الزهرة، خليني ساعدك. علي إيديك لفوق. أي أي، وجعتيني وجعتيني، شدتيلي إيد من إيدي. يعني هلأ ما بقى رح أجي روح على السهرة، يمكن صار لازم روح على المستشفى. شو هيدا اللي عم تعملوه؟ شو هيدا؟ عم نعمل مسرحية. جوان عم تعمل مسرحية مع الملفوفة. هيدا قصدي، ليه عم تلعبي بالأكل؟ مش عم أنا ما عم بلعب بالأكل، عم بتفرج على جوان عم تلعب بالأكل. تريكسي، أنا مش إنه كنت عم بلعب بالأكل، بس ما كنت عارفة شو بدي أعمل فيها للملفوفة، وقلت بخترع شي جديد وبتسلى. بس جوال أنا دايما بقلك ما تلعبي بالملفوفة. ما كنت عم بعرف كيف بدي أطبخها. شو رأيك بالمحشي ملفوف؟ بس تعي تعي نعمل محشي ملفوف. نعمل محشي ملفوف؟ إيه. بس في هلا قصة ليال وبدي أسمعها. من بعد القصة. من بعد القصة، بس بدك تساعديني بدنا نعمل محشي ملفوف لأنه ما رح نكبها للملفوفة. اتفقنا. كثير منيح. كان يا ما كان، قصتنا لليوم حقيقة أم خيال؟ لما تركت عايدة بلدها وهربت مع أهلها على بلد جديد، حست أنه تركت قلبها على عتبة بيتها القديم باللحظة ذاتها اللي ودعت فيها ستها. ستها لاحظت حزنها وما لقيت شي تعطيها إياه للذكرى إلا بذر الملفوف اللي كانت رح تزرعهم معها السنة الجاية، وقالت لها زرعيهم، اهتمي فيهم منيح كأنك عم تهتمي بأرضك، وكوني أكيدة إني معك وعم ساعدك. وهيك صاروا الملفوفات صلة الوصل بين عايدة وستة، بين عايدة وبلدها، بين عايدة وكل شي بتحبه. لما زرعتهم بالمخيم كانت عارفة إنه بأي لحظة ممكن يتغير مكان إقامتهم، من هيك زرعتهم بأوعية من الفخار، زرعت كل بذرة بوعي. فرحت كتير لما شافت النبتات الصغيرة عم تخرق التراب وتمد صوب نور الشمس، اهتمت فيهم بحنان وحب كبير، والملفوفات أكيد حسوا بهالطاقة الحلوة لأنه نميوا بسرعة وكبروا وصاروا حلوين وبيشهوا. كل يوم كانت إما تاخد ورقة من كل ملفوفة للغدا، ساعة تستعملهم للطبخ وساعة للسلطة، لحد ما صاروا كتير كبار. ناداها بيا وقال لها عايدة، يا قلبي أنا بعرف ليش أنت متعلقة كتير بهالملفوف، بس بدي منك تفكري منيح، إذا ما قصيناهن بعد كم يوم رح يبلشوا يزهروا وما بتعود قيمتهم مهمة، أما إذا سمحتي لي إني بيعهم هلأ بتكوني ساعدتيني كتير. فكرت عايدة ولقيت كلام بيا منطقي، بس ما كانت قادرة تقله إنها موافقة. فهم بيا خوفها وقال لها إنه رح يترك لها ملفوفة وحدة، ولما تزهر وتيبس الزهرة بياخدوا منها البذر للموسم اللي جاي. ابتسمت عايدة، ساعتها وافقت بحماس. مرقت الأيام وعايدة كل يوم تحكي مع الملفوفة وتخبرها عن بلدها وذكرياتها الحلوة وأصدقائها اللي ما عادت تعرف شي عنهم وعن ستها حبيبة قلبها. وبيوم لاحظت عايدة إنه لون الملفوفة مغير وكأنه الملفوفة عم تدبل. نادت بيا ولما كشف أول ورقة وشال التراب عن جزعة، خبت عايدة عيونها وصارت تبكي لأنه شافت الدود بكمية كبيرة عم ينهش جذورها ويمنعها تكمل نموها. غمرها بيا وصار يهديها، بس هي كل ما يهديها كل ما تبكي، يا عايدة ليش هيك عم تعملي؟ ما كلها ملفوفة، وعدت أني اهتم بالملفوف، هو الذكرى الوحيدة اللي بقيت لي منها، وهلأ بس تموت الملفوفة ما بعود عندي شي من أثر تيتا. تأثر بيا ودمعه عيونه لكنه ابتسم وقال لها مش صحيح، أنا عندي هالصورة لستك لما كانت صبية، روحي جيبي المراية من الخيمة بسرعة. راحت عايدة ولما رجعت
لقيت بي عم بيعالج الملفوفة، مسحت دموعها وعطيته المراية. عايدة ركزي منيح، ليكي وجهك شو بيشبه وجهها؟ عينيكي مثل عينيها، وإذا ضحكتي رح بتشوفي إنه ضحكتك مثل ضحكتها، بلا ما تفكر ولولا سبب ضحكت عايدة، وبالمراية شافت إنه كلام بيا صحيح. غمرة بيا وقال لها لو ستك معنا كانت قلت لك وبلاهن هالملفوفات إذا بدهن يبكوكي. كل اللي كان بدها إياه منك هو إنه تشجعك تضلك قوية وتعتني بحالك وباللي بتحبيهن مثل ما اعتنيتي بالملفوفات، وانت ما قصرتي، اعطيتينا الملفوفات واكلنا منهم، لما بعناهم جبنا ادويه واكل وكل اللي عايزينه، بس هلا عايزينك تكوني فرحانه، لانه اذا الحرب هدفها تحزننا وتسرق حياتنا، نحن بدنا نواجهها بحبنا للحياه وخاصه بايماننا. بعدين شو بعرفك؟ يمكن تشد حالها الملفوفه لما تشوف انه صاحبتها قويه وعندها ثقه فيها وتزهر. رجعت زهرت الملفوفة، وعايدة من يوم ما فهمت شو كان قصدها ستة لما قلت لها كوني أكيدة إني معك وعم ساعدك، صارت تهتم بحالها وباللي بتحبهم وتلفهم بحنانها. الدنيا من حولنا فيها كتير حروب ومشاكل وصعوبات وأحزان، ومع هذا وكله يسوع دايماً بيدعينا نفرح وما نخاف، لأنه بيعرف إنه الدنيا بحاجة للفرح، وإنه ما رح نقدر نساعد حدا يتغلب على حزنه إذا ما كنا نحنا منعرف نساعد حالنا بالأول نطلع من حزننا الشخصي. أنا أكيدة إذا اليوم نحنا وعم نصلي طلبنا من يسوع يعلمنا نفرح حتى بأوقات الشدة، رح يجي يوم وتصير عينينا تشع بفرح الرب، لأنه نحنا ولاده وهو دايماً معنا وعم بيساعدنا. وهيدي حكايتي حكيتها وبحبكن خبيتها، شوفكن بالحلقة الجاية، باي. نهارنا بالمزرعة وخلصت حلقة فان فارم. بدي أذكركن قبل ما أودعكن إنه ما تبالغوا بطبخ الملفوف على النار، لأنه بتطلع ريحة مش كتير حلوة. لهالسبب نصيحتي لإلكن تحطوا جوزة بمية السلق لتمتص الريحة، وألف صحتين. طيب هلأ صار وقت ودعكن وبشوفكن بالحلقة الجديدة، باي باي.